ومرحبا فيكم في فيديو جديد من قناة بي بلادر. اليوم عندنا نزال بين كريس ساتان بلبل من جزء بي بلاد بيرست جود، الجزء الثاني من بي باتل بيرست لسه ما نزلش اصلا. طيب الوحش ذي المنجل اللي من المعركة الحديدية الفور دي، طبعا هم لو عندي المنجل الجارح كان نزلته ضد هاد لانه هو اضبط، بس لقيت الوانهم متشابهة نوعا ما فليش ما ننزلهم ضد بعض. يلا نبلش. بس قبل ما نبلش لا تنسوا انكم مشتركين في القناة، اضغطوا على الزر الاحمر سبسكرايب اشتراك، وخلونا نوصل هذا الفيديو ل 200 لايك قد ما او اكثر ما بتقدر قد ما بتقدروا، ولايك واشتراك، ويلا نبلش الفيديو على السريع. مجنون اللي ما حط لايك، يلا بسرعة حط لايك مشان نوصل الفيديو ل 200 لايك. طبعا نسيت احكي انه النزال هذا مش عادل، ف انه غلط الناس بيرس ضد معركة حديدية، بس النازل. اللي بيسأل عن جهاز اطلاق، جهاز اطلاق انا عدلته هازبرو، بس عكس لونه. اوكي فاز الوحش ذي المنجل مرة ثانية. هلا رح اسوي شغلة عشان اغير اتجاهه، بس عم بضيع اوتو لانه فيها لاين. نطلع مرة ثانية شو اذا بقدر لحق. فاز الوحش من النينجا، ايه سوري كرايس ساتن. رح نضطر نغيره عشان يخلطوا ببعض. اوكي كرايس ساتن. بيرست فينش بالنهاية. رح اتركه زي ما بده. والفايز هو الوحش ذي المنجل. هو اسمه الوحش ذي المنجل، المنجل الجارح بالبيرست هذا. ما بيعرف كرايس ساتان هو البلاب اللي حيطلع بالجزء بعدين، طبعا خربت عليكم كل شيء ف يعني حرقت عليكم كل الاجزاء والحلقات، بس انه في له 3 عجال على الاطراف حمر هون وهون وهون، ومن تحت له برضو عجلين هون يعني بيساعدوه شوي، بس هم على فكرة منظر اكتر من مساعدة. فاذا استمتعتوا بالفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة، اضغطوا على الزر الاحمر سبسكرايب او اشتراك، وفعلوا جرس التنبيهات، وحطوا لايكات لهذا الفيديو. شوف اذا بتقدر تحطوا لايك كم من لايك كم من عدد لايكات نقدر نوصل، وحطوا لايكات بخشمكم او منخاركم. جربوا حطوا لايك بمنخاركم، شوف كم من واحد بيقدر يحط لايك بخشمه او منخاره. وبشوفكم الفيديو الجاي، واحضر فيديوهات تانية، وشكرا كثير، بشوفكم الفيديو الجاي.